عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلاً أو امرأة كان يقم المسجد فمات ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته، فذكره ذات يوم فقال: ما فعل ذلك الإنسان؟ والله ما عاد شفته لفلان، وينه؟ قالوا له: مات يا رسول الله. قال: أفلا آذنتموني؟ ليش ما خبرتوني؟ قالوا: إنه كان كذا وكذا، وصغروا أمره، إنه دخيلك يا رسول الله، والله أنت مشغول وعندك التزامات، ولا تأخذني، يعني واحد عم بيقم المسجد، شو هل ماشي الحال، نحن بدالك كنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دلوني على قبره. قال: فدلوه فأتى قبره فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. إنه التواضع، إنه الوفاء، إنها الرحمة بالمساكين. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عندي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: من أنت؟ قالت: أنا جثامة المزنية. قال: بل أنت حسانة المزنية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير الأسماء القبيحة. قال لها: كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ قالت: بخير، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فلما خرجت قالت السيدة عائشة: يا رسول الله، تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ قال: إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. وهكذا أيها الإخوة، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم جميلة كاملة سهلة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. في رواية البزار: لأتمم مكارم الأخلاق.